السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة تيك باك، وياكم مختار عراقي. الكثير منكم طلبوا الفرق ما بين معالجات سناب دراجون 675 ومعالج 712 من سناب دراجون. اليوم سأكون مقارنة بين هاتفين، وهو المي 9 SE اللي يجي مع 712 سناب دراجون، وريدمي 9 سيلفر برو اللي يجي مع 675 من سناب دراجون. طبعا بداية سويت كلير كاش او تنظيف للذاكره التخزين المؤقته لكل الهاتفين حتى نفرغ التطبيقات اللي مشتغله بالخلفيه. وبعدها اول اختبار كان هو كل جهاز اشغل بعض التطبيقات الرئيسيه واشوف المده لتشغيل هذه التطبيقات بعيدا عن تطبيقات الالعاب والانستغرام وغيرها. فمثل ما نلاحظ بالفيديو امامكم، المي 9 SE راح يتم تشغيل هذه التطبيقات ونشوف الوقت اللي يستغرق لتشغيل هذه التطبيقات، ومن بعدها راح نشوف الريدمي نوت 7 برو ايضا في تشغيل هذه التطبيقات. والفرق ما بين الوقت راح نلاحظ هو تقريبا فرق ثواني ما بين الاثنين مثل ما تلاحظون امامكم وراح تشوفوا في هذا الفيديو. بعدها راح ننتقل الى مسألة تشغيل التطبيقات الاساسية او تطبيقات الالعاب والسوشيال ميديا. فحتى ما يطول عليكم الفيديو اختاريت بعض الالعاب وانستغرام وفيسبوك وتويتر وفيديو شو ايضا لعملية المونتاج وغيرها. ايضا راح نعمل على اساس تشغيل هذه لعبة التيم ران 2 والسونيك والبابجي والاسفالت 9 سبوي وهذه التطبيقات مع بعض ونشوف السرعة. فراح نلاحظ السرعة راح تكون لصالح 712 في سرعة تشغيل هذه التطبيقات، وايضا في مسألة التقاط الواي فاي مع هذا المعالج. طبعا هذه المشكلة ممكن راح تكون هي خاصة بالأجهزة أو الشركة المصنعة، ولكن بشكل عام المودم في 712 تم تحسينه من هذا الأساس عن 710، فراح نلاحظ الفرق في تشغيل هذه التطبيقات.
بعد المرحله اللي تليها راح تكون هي هذه المرحله، هي تشغيل كل هذه التطبيقات اللي تم تشغيلها مسبقا بدايه مع التيم برانك 2 ووصولا الى التويتر والفيديو شو كل جهاز، وايضا نشوف الوقت اللي استغرقه، ولكن راح اسرع لكم هذا المقطع حتى ما يصير الفيديو طويل عليكم، ونتيجه ايضا الدقائق او نتيجه اللي استغرقها لتشغيل التطبيقات راح تظهر امامكم للهاتفين، وايضا هناك فرق وراح يكون لصالح المي 9 اس اي واللي مع 712. بعموم هذه المعالجات نقدر نقول انه الاسرع هو 712، ولكن لما نشوف النقاط الخاصة بتشغيل الانوية والنقاط اللي سجلها مع انوية المعالج في 675 راح تكون اعلى مما موجود مع 712، ولكن على ارض الواقع ومع تشغيل هذه التطبيقات التجربة اللي شفناها امامكم راح نلاحظ انه ال 712 راح يتغلب، نعم، في مسألة تشغيل التطبيقات وسرعة فتح الهاتف. نعم هو 6 جيجا بايت من ناحية الرام، هنا 4 جيجا بايت، ولكن ما ننسى انه لازم نذكر هذه المعلومة، مسألة الرامات في الهواتف ليس في السعة او الحجم الاكبر راح يكون اسرع، هذا المقولة وهذه التفكير اللي عندكم جدا جدا خاطئ، ولكن مسألة حجم الرام راح يساعدك فقط في تشغيل الألعاب وتطبيقات بالخلفية أكثر، أو بعض الألعاب اللي تحتاج إلى رام أكثر وأكبر لتشغيل اللعبة بسلاسة فقط، أما من ناحية سرعة الهاتف ما راح تفرق وياك سواء كانت 4 أو 6 أو 8 أو 12، فقط راح يكون الريسبونس أو الاستجابة مع تشغيل التطبيقات بالخلفية، فلذلك حبيت أوضح هذه المسألة. فبالنهاية هذا هو حلقتنا هذا اليوم، حبيت أنه أسوي لكم إياها قدر المستطاع اختصرها والتفاصيل كاملة وأيضا النقاط اللي سجلها كل معالج من ناحية الأنتوتو أو منصة الأنتوتو ما استخدمتها مع هذا الفيديو، لأن هذا الفيديو خاص بالمعالجات وليس فرق بين الهاتفين، على اعتبار أن ريدمي نوت 7 برو أصلا ما موجود بالوطن العربي، في ذلك ما يحتاج أن نسوي فرق ما بين النقاط خاصة بالأنتوتو. النقاط الأنتوتو أيضا تفرض فقط عندما يكون أنه سلاسل الهاتف، الرام، الذاكرة، التخزين، الكاميرات، كل هاي الأمور يقراها الأنتوتو، فكل شركة وكل هاتف يسجل نقاط معينة وليس على حسب المعالج، يعني لما تشوف الرقم عالي لهاتف معين مو معناته المعالج هو ساعد هذا الشيء، لا، المعالج، الكاميرا، الذاكرة، البطارية، كل هاي الأمور هو اللي ساعد الأنتوتو لتسجيل هذه النقاط فقط. فبالنهاية إذا حبيت الفيديو لا تنسى تشاركه ويا الأصدقاء وتترك تعليقك في الفيديو، وإذا تريدون من هذه الفيديوهات نستمر بها إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لكم، وكان معكم مختار عراقي من تيك باك.